أما عن دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، والذي منه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، والذي منه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى غير ذلك. هل هذا الدعاء في الفرض والنفل أم في الفرض فقط؟ أقول بالله تعالى التوفيق في ذلك بعض التفصيل. أما الفرض ففيه، أما النفل فالنفل الراتب أجنح إلى أنه لا يقال فيه ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها تصف صلاة رسول الله لركعتي الفجر قالت: كان يصلي ركعتين خفيفتين لا ندري أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم لا، دليل على السرعة. أما صلاة الليل كنفل مطلق فيشرع ذلك، لأن مسلما أخرج من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.